أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق فيما بين أن يقال فلان شهيد أو استشهد فلان؟ ما في فرق، ما في فرق بين استشهد أو شهيد. يعني إذا قلت استشهد حكمت له بالشهادة، ما نقول استشهد وحنا ما ندري، نعم، لكن نقول نرجو له، نرجو أنه قتل شهيدا، نرجو له الشهادة، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أما المرحوم ما تقول المرحوم، تقول رحمه الله من باب الدعاء، مثل غفر الله له، ما تقول المغفور له ولا المرحوم، لأن هذا جزم، أنت تقول رحمه الله، غفر الله له، إيه نعم.